اهلا وسهلا اصدقائي المشاهدين، من جديد معاكم من وين ما كنتوا عم بتشوفونا، ان شاء الله من الكره الارضيه يا رب. اهلا وسهلا فيكم في برنامج سايلنت. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا في حلقه جديده. وبصراحه خليني اقول لكم شغله، من اول بدايه البرنامج لحتى الان صراحه حلقات يعني كثير بتخوف، فرك عليكم اليوم. نعم. بدنا حلقه ايش بدها تكون شعارها؟ خرب كسود كسر الحارق المتفتت. اللي بعدها ما بعرف شو. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي المشاهدين، مشاركاتكم كثير رائعه، خليكم ودائما تذكروا بنهايه كل حلقه في سؤال للجمهور وجوائز تستناكم. تواصلوا معنا على موقع كراميش باي شكل من الاشكال، تقدروا توصلوا اجاباتكم وفي جوائز كمان حلوه كثير لكم، حلوه كثير 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 كثير. اليوم حاب اسجنك. مين؟ ان شاء الله حاب اليوم احبسك. على ايدين ادم. على ارحب بضيوفي الرائعين، نبدا بفريق الامل لانه في عنا الرائعه امل لطامي. عمولي كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. اشتقنا لك والله يا عمو. شكرا. شو التجهيزات عندك اليوم؟ مش تطلع تخبصي يعني. يعني انتم الامل، فالامل نعمه وليست ما عندهم امل هسه. ما فيش امل عندهم. هيها احلى امل كمان. احلى امل قطامي. الامل بالفوز. سايلنت سايلنت. حاب احكي كلمه. تفضل. هلا شكرا لكم انتم عملتوا هيك، بس هاي اسمها روح رياضيه وانت يمكن ما عندك. عمو ليه يعني صراحه يا امل باي باي واستنى الحلقه الجايه. يا امل باي باي واستنى. طيب حمد عدوي تفضل. بتعرف اشتقت لايش؟ للرياكشنات اللي ايوه اعطيني هاي اللي فيها ايوه توفى صباحي كيفك؟ تحياتي. شو الأخبار؟ أنت بصراحة لا وحش في التمثيل. أنت لكن اليوم حضر لك أكم من نفوذ على فريد ال إيش اسمه؟ بدي أذكرك أنت في إحدى الحلقات، أنت في إحدى الحلقات كنت هون. أنا؟ فهل سيتكرر هذا الشيء اليوم؟ إن شاء الله سيتكرر. فريق الشوكولاتة مع الشوكولاتة سجى حماد. سجو كيفك؟ أنت حتسافري على أمريكا؟ ليش خير؟ عرس عمي. عرس عمك؟ مبروك ان شاء الله. يلا احكي مبروك. ولك خلي عندك شو بعد البرنامج. وبعد البرنامج هسه متنافسين. طيب سجو، شو استعدادات اليوم؟ الحمد لله. شو شعارك؟ انه هم مسميين حالهم الامل، مفكرين حالهم انه رح يفوزوا يعني. اوكي. احنا الشوكولاته اصلا، لانه احنا الشوكولاته. يا الله الله، هاي امل. الشوكولاته انت موافقه على الحكي هذا صح؟ الشوكولاته هاي مع الحراره الشوكولاته بتدوب بس بتدوب بس بنفس الوقت بس الامل يعيش بس يعيش ولا يذوب. ممكن يعني احكي لك شغله، الشوكولاته لحظه ايش مكونه؟ من سكر. احنا السكر واحنا الشوكولاته يعني ايش؟ مش عارف شو زيت بس السكر لما ينتم على النمل. يا نمله انت يا نمله. صرخه نمله يا معلم. استاذ وسيم كيف حالك؟ حبيب قلبي. الاستعدادات اليوم والله ناوية حيا او ميتا هذا عدو. طيب. بعيدا عن اجواء حاب اشكرك على جهدك في البرنامج حبيبي، وبدي اشكر كمان المخرج. معلش بدي اشكر كمان الاستاذ شادي. شفك بلاش نروح. دقيقة، بدي اشكر كمان الاستاذ شادي اللي عم بتعب معانا. والله وشباب الموجودين هون يعني جد يعطيكم العافية. طاقم كلياته اللي اشتغلوا واللي بيسهروا للوحده وللتنتين، خلينا نحكي بصراحه. تحيه يعطيكم العافيه. وبدي اشكر اهم شخص اللي هو الفنان القدير احمد دعسن. ارحل خصم قبل ما تبدو. حماده اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. برضو كمان يعطيك العافية. الله يسعدك. حجزت مواعيد بكرة. طيب نبدأ الحلقة. جهزوا حالكم أصدقائي. بدي أذكر الجميع بشروط الحلقة وهي كالتالي، كل شخص بيجي عندي هون باخد الجملة دقيقة ونص فقط معاه، اللي بيفوز تنضاف ثلاث نقاط لفريقه، اللي بيخسر بيخسر، اللي بيحرك لغة الشفاه أو بتمتم أو بيعمل أي حركة غير شرعية تلقائيا بتوقف التايمر الكرسي الأحمر
وبيجي عند المزبطين والشباب إضاءة على طول. كيف بيطلع من السجن؟ واحد من فريقه هو اللي بيطلعه. نعم. وإذا خسر برضو كمان واحد تاني بيجي عنده هون. بصير نجيب له إشي معنا. فيش كفالات، فيش شيكات بنكية، ما في أي إشي. زيارات عائلية بنحدد إحنا لاحقاً. ليش؟ لأنه متعود يدخل السجن. أنت هو إله طبعاً خريج. أنا مرة مرة دخلته. وإحكينا عن تجربتك في السجن لو سمحت. اسأل اللي فاتوا. وطبعاً عندنا فريق فريق خريج حبوس. لو بدك شيء كنا سؤال السرعة. فريق دهوين. سؤال السرعة. سؤال السرعة ذكرته أنا بإحدى الحلقات. أنتوا ركزوا. يلا جاهزين؟ يلا. سهل كتير. سهل كتير. الأسرع رح يبدأ. بدأ أذكر اللي بيبدأ اللي بيعرف وبيبدأ المسابقة هذا يمكن يعطيه دافع أكثر في نهاية الحلقة. جاهزوا حالكم. جاهزين؟ يلا. جاهزين؟ يلا. كلمتين مسلسل. برنامج. كلمتين. الأول شمت هواء. نجمك سهران. الثانية عطري. أنا أحكم يا من أنت كريم يا والله. لن نقبل. على مين تحتاج؟ لن نقبل. على مين تحتاج؟ على مين؟ طيب بداية نارية لفريق الشوكولاتة. تفضل عندي. نبدأ بحمام. شدي همتك. تفضل اطلع عليهم وتعال عندي على الكادر. ان شاء الله حنفوز عليكم يا امل. اهلين امل. يعني انتم تعال ايش يعني بتخوفنا بامل؟ يعني بتخوفنا بامل؟ احنا ما بنخاف. بتخافي من امل؟ عبود خليك ساكت. انا بالنسبه لي ما بخاف. في بوكل عندك اصلا؟ احنا الامل اصلا. يا الله. يلا خمسه. سهل كتير مو شوي. كتير والله. مبين. خمسة. انتوا معاكم كل شيء. خمسة. جميع ستاند باي. أربعة. ثلاث. اثنين. كيو. هاد برنامج. أيوة. أطفال. أجيال. حجاب. عائلة. عائلة أبو بشار. عائلة أبو بشار. أحسن فريق الشوكولاتة. أول صح. ممتازين ممتازين. يعني أنت يعني بالله يا شباب دعسان لو سمحت بدنا أصعب. يعني هاي كبيرة. هاي تحدي كبير. يعني هاي تنسى. ما تنسى الأسئلة أعطيها للشباب. ما تنسى أنه عندك عدوي وصباهي وأمل. ها مجرمين. وريني. اطلع برا يا عدوي. اطلع برا يا عدوي. اطلع برا يا عدوي. صراحه يعني كلهم خريج تحبوس فالهم على خريج رقم واحد. روح عندي. روح ولا روح ولا. تفضل عندي. طلع علي. عندك عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة. دقيقة بس بدي أذكرك بشغلة لو سمحت. طلع كويس. طلع هنا. واحد اثنين. هاي بدي إياها. يلا ستاند باي. ذكر الرموز. خمسة. أربعة. لا لا لا. ثلاث. خليك مركز مع فريقك. شو كلهم يا زلمة؟ اثنين. كيو. برنامج. كم كلمة؟ كم كلمة؟ أربع كلمات. مين؟ لا 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 ممنوع. مين؟ غلط. خمسين ثانية. بكرة مين بعده؟ مين انت؟ مين انا؟ بيتك يا صباحي. صعب صعب. حبيبك. أربعين ثانية. مين حبيبي انا؟ حبيبي. مين عمري انا؟ ثلاثين ثانية. انا بكلة بكلة. انا عسان. انا بكلة. عشرين ثانية. علي. ستوب ستوب ستوب. اعمل لي كات. تفضل على السجن. تفضل على السجن.
ما تحكي ولا كلمة ولا كلمة. وهي لتاني مرة بتنحبس. تفضل يا حسين. احبس سجل يا دعسان، احبس سجل. بس لعلمك ولا بتفضل يا دعسان. دقيقة دقيقة، انا حكيت همس حركات، اما انك تحكي الجملة الله اكبر يا رجل. هاي شكات بنكيتي جاني مرة. صدع عشان طبعا الجملة هي برنامج من امه وابوه. مين هذا؟ وبصراحة تمثيله كان يعني مش عارف. بس عمو احمد دعسان هذا الاشي. دعسان عمو على فكرة هذا الاشي هم عارفين يعني. وانا أنا وكمان هذا سكوتنا ناتج عن دافع قوي رح يظهر. الله الله. احكيكم يعني لأول مرة في بداية أول كلمة تسجن. يا بابا متعود، يا بابا تعود، يا بابا رجله أخذت على سموسي. حكيمه بتدي حقن. أمل حكيمه بتدي حقن. حبيبي عدوي عندي كلمة. لما تيجي تزوره لما تيجي تزوره تجيب لك سنية. لما تيجي تزوره. لا أنا في كلمة له. في إلكم لا في كلمة له. لا بس في له كلمة. أنتم تستطيعوا إنكم تطلعوا عبد القادر صباحي إذا فزتوا في النقطة البعدية. تفضل وسيم. لم أكن أتوقع أن تكون خريج حبوس دائما. الريسيفر عندك خربان، أنت ما بستقبل. هو مش عارف فهم. هو مش عارف فهم. حلو. غني لي. اسمع حد فهمنا ما في. خمسة، أربعة، ثلاث. لو سمحتوا سايلنت. أنت صوتك ممنوع. دقيقة أبو يزن. صوتك إذا بطلع يمكن أنا أضطر ما أطلع. بالنص أبو يزن لو سمحت. ما بصير يطلع. ثلاث، اثنين، سايلنت. تعال لا أغنية. أغنية. أوكي. شرط جزائي. إيش عم تعملي؟ إيش عم تعملي؟ حلوة الدنيا. حلوة الدنيا. أمل. بقول عيد اللعبة. أنا والله. أمل معسال اللي عم تعملي. ممكن أجيب له واحد من فريقك حبوس وبتساعديهم. إيش هالكرم اللي عندك يا والله أمل. يعني إحنا بنشكرك والله. ما في زيك. تكفي الأمل. لازم شو نعال أربعة. طبعا أنا في الحالة هاي محمد عدوي بدي أعزيك وأعطيني رياكشن حزن لو سمحت. أعطيني رياكشن. يلا داري يا إخوان زقفة على الكاميرا لو سمحت. أعطينا رياكشن. طيب تفضل عندي. تفضل عندي. بإيدك تطلع صباحي بإيدك. مشان أهلا لو سمحت معلش ما تحكي. طيب تفضل. خمسة. قادمون قادمون. أطلعك يا حبيبي. خمسة، أربعة، ماشي. عمو قلب شوي. ثلاث، اثنين. أمل أنت هلا أمله. يا عمو طلع بلشوا. يلا احكي. كيو منطقة. دائرة هي الجزيرة. كلمتين. دائرة دويرة دوار. دوار. ايش ثانية؟ الثانية دور السابع. طلع طبعا طلعوا صاحبه. مبروك البراءة يا عبد القادر صباحي. لكن عندكم مشكلة. ايش؟ انه انتم متخلفين بنقطة عنه. احنا متخلفين؟ اسحبها. هذا عندك فلوس عبد القادر. اسحبها. لو سمحت لو سمحت كلمة حق. هاي مقدم البرنامج بيطلع له يسوي اللي بده اياه. لا بيطلعلوش. متأكد من هذا الكلام؟ غير يقولوا متخلفين. ايوه صح. وسمعني زكفي كمان. يلا ايوه هيك بدي اياها. شوي 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 شوي. دوري سجا. طيب سجا تفضلي عندي. اهلا وسهلا. يا سجا. سجا شو اعطيك انا؟ اسمع اعطيها اصعب كلمه. ما فيش عندنا مشكله احنا. لا احنا ما عندنا مشاكل في هاي الامور ترى. متعودين. لا دخلنا سجون ولا جاوبنا غلط. ان شاء الله حتخشوا. سايلنت يا بالشباب. كيف تطلع على فاهم يا عمو انا. لحظة.
لحظة شوي، هون في شغلة بدك تكتب لك إياها إنها إيش؟ يلا خمسة أربعة هون سجل لو سمحتي. أيوة لا أرجع أيوة إيش عم مكانكم؟ خمسة أربعة ثلاث اثنين كيو. أغنية لمين؟ لمين ثلاث كلمات لام القطامي. أوكي لتراك بسريتك بس ممنوع. حلوة الدنيا تحلى الدنيا أول كلمة إيش؟ مش أمل مش أمل مش أمل عدوي ما تردي خليك بفريقك الدنيا لا الدويرة عمو خليك واحدة كلمة ثلاثة مين النجوم أول ورجعنا خمسين ثانية كلمة ثاني كلمة لا الرابعة كلمة طيب مين اللي بغني ثالث كلمة تعرف كلمة 40 ثانية الدنيا البطيخة الكبيرة جبال البطيخة الكبيرة ترجع احنا طلعت قرع نرجع ايوه الدنيا مبسوط فرحان 30 ثانية سجا الدنيا حلوة لا ثانية طيب البطيخة بتغني أربعة خمسة عالي لا ارجعي روحي تمر الأيام وتمر الأيام 15 ثانية تيجي ارجع امشي خليكي مكانك يلا نروح ثمانية ارجع سبعة ارجع ثانية كل اللي جاي احلى وتعادل الفريقان كل انا بعشركم اني ازعى هيك احلى الان رجعت لكم الروح احلى هذا اللي كان بدكم اياه دقيقه موله اللي كان بدكم اياه اعملي هيك سايلنت لو سمحتوا اللي بدكم اياه الان صار يا فريق الامل معلش شو صار شوكولاته زي النار معلش شو صار شوكولاته زي النار الان معلش شو صار شوكولاته زي النار الشوكولاته ساعه حق الان اموله ايش شوكولاته ساعه في حال اذا فزتي تتقدمي نقطة على الفريق لا بس تقدم تعادلنا اموله خلص عادي بكره تتقدم عليكم لا صحيح تعادل جاي لا بعدين بنفوز حبيبي انتوا خسرتوا مره واحنا خسرنا مره طيب كيف تعادل هسه تعادل مثلا انتوا خسرتوا مره واحنا خسرنا مره تعادل مين دول لحظه شوي ولك تعادل هشفه مين درسك رياضيات احنا بننسى قبل يلا تجاوبوا هاي بتصيروا تعادل احنا صح لا بتفوز عشان تتعادل هيك عندي صراحه انا كنت خط مكانكم لورا شوي لا هون لا تعالوا هون بالضبط مكانك خمسة أربعة طول شوي يلا امل اتفرج امل اتفرج على السجن بطل على السجن امل على السجن لا ما حكيت هذا امل على السجن ما شفت ما على السجن لو سمحت لا لا ما حكيت شيء ما حكيت ما حكيت يا زلمه الثاني سامح ما حكى عم حكى خلص عشان بتضل أمولة يعني يلا معلش والله أنا ما سمعت عشان سجل ما طيب لو سمحتي معلش تغير خلاص تغير الكلمة فك ليش تغيرها يا زلمة بعد ما عرفتها مشكلة حكيتها ثلاث مرات حكيت المرة لا ما تطلع عادة ماسكت حالي لحالي عمار خلص أنت اسمعي ما تغسي شيء بعرف حالي طيب رح نمحي هاي سمعت الزهور رح نحكي سمعت الزهور كانت يا بحبسك اسكت تحكي تحكي فش ما خمسة خمسة أربعة مكانك هون أربعة لا تعال ثلاث اثنين واحد أغنية اسكت ما بصير تحكي كلمتين مميل أغنية واحد زميل أغنية حنان ممنوع ايش هي؟ اوعى بطيخة ولا خسانة لا خسانة يا أول كلمة شوية أول كلمة أعطيني كلمة لا ناموسي هاي يا ناموسي ناموسي
عصب اعطيني ضاع حمر وتعاصب. حكتها حكيتيها ولا لا؟ حكيتيها معلش انا شفتك حكيتيها ولا لا؟ حكيتيها ولا لا؟ امل حكيتيها ولا لا؟ جديده على اللعبه عمي احنا صادقين. لحظه لحظه ما حكتها ما حكتهاش ما حكتهاش جرب ما حكتها لا تتحكم من اول مره تنحبس لو سمحت هي ثاني مره. طيب بدي اعيدها تعال امل والله بعرف لحالي امل والله لازم اي حركه هاي ثاني مره مصيبة بعدين بتصير يا عمو ويزا تعال عندي هون في اغنية رح نعمل جدول الضرب جدول بابا جدول بابا جدول بابا اه جدول بابا ما تحكي ولا كلمة مرات اللي هو الوحدة وقلنا ماشي مرات اللي كنت ثاني لازم نحكي خريزة تحبوس أصلية يا أبي والله أخصب ترى الدهني هاي عن جد فريق يا رب انت بتقول لي شو بدك يلا يعني بعد اذنك شادي انا بدي اقعد هون لا معلش احكي له ولا لا خمسه اربعه ثلاث كيو موقع موقع كلمتين اول كلمه جبل 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 احسنت فريق اموله جبل الزور يعني انا ما سحلت لكن بس يا يا دعسان انا بدي احكي لك شغله مش احنا اول مره قلنا لك لا تسجنها طيب لما غلطت الثاني مره الثاني انا بس الثاني انا اللي قررت اسمح لي القرار على الاقل تخصم منهم بس الثاني انا اللي قررت على الاقل اخصم عليه بعيدا عن هاي النزاعات اصدقائي فاصل سريع يا شباب يا شباب هوس 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 حاجي بس رجعنا لكم اصدقائي اهلا وسهلا فيكم في حلقه بصراحه اليوم مولعه كثير صار نقاش حول امل قطامي لكن انا قلبي طيب ومشيت بس معلش لا تخصم عليها معلش حكم بصراحه يعني اول واحد انا رديت على فريق الشوكولاته لكن الثاني انا اللي يا دعسان يا دعسان يا دعسان يا دعسان يا دعسان ستوب ستوب احمد ايش دعسان دور تفضل يا انا بوري برا الحلقه ان شاء الله حنفوزكم لو انكم فريق الامل بدك تشد حالك ما فيش امل ظل فيها امل صح خربت تيرين كانوا لازم يدخلوا على السجن شو ضل الله لا بنقدر طبعا بنقدر طبعا بنقدر اصلا اول مره انت لازم تكسب اربعه ثلاث تفضل ايش اربع كلمات ايش اغنيه اغنيه عصفور طل من الشباك عصفور طل من الشباك والثانية والثانية صراحة قاتل مش عارف شوكولاتة 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 الشوكولاتة شاك يعني انتوا جاوبتوا بأول ثانية احنا يعني اخرتها واحد اللي حيفوز مش انت اللي حتفوز عشان كنت جاوبت طب احنا نقطتين وانتوا نقطة علينا عمو عادي أصلاً بيفكروا حالهم خمسة أربعة ثلاث شو جاري اثنين كيو أغنية كلمتين أول كلمة غير من الكتير بكرة بعده ماذا ممنوع ممنوع كيو هاي لمين الأغنية لمين الأغنية لمين الأغنية لمين الأغنية حرامي وقف لا وقف لا نطب الشباب هذا لا كادر في قفز انت ايش انت دقيقة خذ الشاب بكيا بكيا فايتان عبرت الشاب الشابة فا 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 كلمة ثانية كلمة ثانية فا اللام والنخل فوق النخل فوق النخل قولي تحبك سباي الله مدري شفنا شوكولاتة لا أخذ هالجريد وطلع فوق فضل يا سجا أستاذ وسيم طب عبود ما تجيب مرة تانية فيرو معه
لا عمو واسيم عمو واسيم طبعا حيفوز تضحك ثالث مرة تخسر احنا ولا مرة هاي المرة انقلب خمسة أربعة خش فيها خمسة وأربعة اثنين واحد أعطيني تايمر أعطيني تايمر يلا شغل التايمر درب درب عادي عمو يا رب يا رب هاي قلبك لا ما حكى يا رب الثانية الثانية ترجع بس خطوة الأولى هاي زن ولا الثالثة بدعي 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 دعوة بعبد إيه دقيقة يا رب دعوة بدعي السلام عليكم خمسين ثانية أول وفقات يعني مثلا طب الثانية الثالثة أمو يا رب يوفقات الثانية أربعين ثانية بسافر مع ولا كمل كمل الثالثة وسيل 25 ثانية تحب تنسحب بالعرض امور تهز الارض بتقول بالعرض يا يا الله يوفقك بتقول بالعرض امور تهز الارض بتقول بدعي يا الله ايش تهز الارض 10 ثواني اسمعي تهز الارض 7 6 5 4 3 2 اعطيني ضعف بالشكر تقييم النعم بالشكر وين الصعوبة؟ طب استنى استنى عمو مثل لنا يلا انا ما بعطي جمل نعم تفضل يا عدوي عمو عدوي انت انا بدي حابة الحبس اليوم يلا استنى بس عمو على شرط احنا سامحنا امل انت مش راضي تسامحهم هيك احنا اعلنكم مفتر طيب افكر يا انت تفوز علينا فريق الأمل وما أدراك ما أمل يلا تفضل خمسة أربعة ممنوع حكي ثلاث اثنين أكمل وعدات كمان مثل أربع كلمة حبيبي عدوي دير بالك اعطيني ضوء احمر على السجن على السجن انا شفتك على السجن تفضل على السجن على السجن اقول لك والله على السجن لو سمحت على السجن لو سمحت على السجن اقول لك والله لو سمحت على السجن لو سمحت لا لا ما تفوت والله مكاني بس على السجن بسرعه 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 امولي مكانك امولي مكانك بسرعه برنامج يخلص أمولي مكانك عدوي على السجن يا خريج حبوس لازم رد سجون رد سجون رد سجون يعني صراحة انتم السابقون اعذرني يا حبيبي انتم السابقون انا عاجبني حلاوه طعميه فريق شوكولاته تعادل هم يحكوا ما
ما حدا عليك لا سألك ولا فريق شوكولاتة بعد أحكي لكم شغلة لو سمحت سايلنت سايلنت هي الحق فريق شوكولاتة هيك احنا فايزين بتفوزوا بالنقطة هاي تخلص البرنامج لا لا احنا على نقطة تفضل عندك احنا هسه على نقطة لا سجل نقطتين والله احنا على نقطة كيف يعني على نقطة احنا على منكم نقطة ما هي هسه خلص راح يا عمي مش ما خصم بس وضع عليك خصمت نقطة طبعا ما حد بعسان بالمرة بالمرة انتوا قدموا البرنامج شوكولاتة ساحت ايش ابغى لا احنا او اوتجه تحكي والله تعطيهم يا فؤاد لانه انت لا تخافوا انا موجود بتاعت اسرع مثل البرق والله شو خلي البرق يلا خمسه براحتك اذا بتفوزي سجا راح ينتهي البرنامج خمسه نعم يعني لا مثل ولا اغنيه ولا شيء هاي تعالي هون هون صعبها عليها خمسة. لا لا اربعه ثلاث كلمه واحده كيو كلمة واحدة ايش مثلا؟ مش كلمة واحدة يا سجر مش كلمة؟ مش ولا اشي ولا اشي طيبة ممنوع ممنوع طيبة سيان لو سمحت مكان رمضان السجل رمضان 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 كريم رمضان كريم انتصار ساحق انتصار ساحق انتصار ساحق غشاش 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 عبا احمد دعسان عبا احمد لن ترضى بهذا الاشي شكرا لكم اصدقائي شكرا لكم يا مبروك فريق شوكولاتة أمولة هارد لك على ساس العمل شوكولاتة 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 المرة الجاي والله بتعرف شو رح نكون كلاتنا أذن صاغية ورح نسمعها الله أكبر عشان يا شباب كف لأمل برضه أحكي لكم شغلة الفريق الفريق فريق الأمل على أساس الفريق اللي فيه أمل الأمل مش دائما بزبط مو شرط يا أمولة الفريق اللي فيه أمل هاي اسمه نصيب الأمل أمل الفريق اللي فيه أمل قطامي يكفي الاسم اللي فيه وإيش قصدك إحنا إيش هاي قوية اطلع برا سؤال المشاهدين بدي أمولة تيجي تمثل لي تعال دائما سؤال للمشاهدين من الخسرة سهل كتير احنا فزنا خلاص خلص البرنامج انت طبعا احنا فزنا اوكي يلا تعالي هون قدامي بالضبط بدك تطلع على الكاميرا هاي يلا قولي لهم هاي اغنيه ولا اغنيه وممتاز وكلمتين الكلمه الاولى معك هاي الكاميرا معك هاي الكاميرا اوكي كلمتين الاولى يا اموله ماشي الثانيه يعني الاغنيه لاحمد دعسان وامل قطامي وهي كلمتين و ما ضلش نحكي شكرا لك اموله اموله ايش تعمل شكرا لك اموله شكرا لتفاعلك اصدقائي المشاهدين من وين عم تشوفونا ارسلوا الاجابه واحنا راح نشوفها اكيد شكرا لفريق شوكولاته مبروك شكرا لفريق الامل شكرا لكم اصدقائي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا يعطيكم العافيه نلتقي الى اللقاء يعطيكم العافيه لا حرف ولا كلمة لا تقول ولا أقول لا لا فتحة ولا ضمة عصاي لنطلق لا حرف ولا كلمة لا تقول ولا أقول لا